جوزني. ابلكيشن ايه؟ جوزني. لا انا طالب حضرتك. اوف ما تقولش. ما اقولش ايه؟ دي تاني مرة في نفس الاسبوع الابلكيشن يعملها معايا. يخش في الابلكيشن بتاعي. طب حضرتك انا مالي بابلكيشن جوزني يعني ما. لا. انا رايح مشواري ف. خلاص خلاص انا كده هوصلك. تمام؟ انا اخلاقي يعني مش هسيبك كده. مش لا لو في لو يعني لو في لو في ازمه او حاجه ممكن انزل ولو في اي لا مفيش اي ازمه احنا طب ايه ده طب انت متجوز لا خاطب لا لسه طالب اصلا عظمه طب ما جرب الابلكيشن بتاعي اللي هو ايه ابلكيشن جوزني لا والله الواحد بس وراه مسؤوليات وكده فما صعب طب يعني. مش تفهم فكرته طيب جوزني يعني جواز ده وفق رصين في الحلال وفي شغل خطبه والحاجات انت دي انت عمرك شفت ده قبل كده بصراحة لا انا قعدت افكر لقيت ان فكرة ان انا ابقى خطبة ديجيتال دي حاجة جامدة انا الست من دول والبنت من دول تبعت لي مواصفاتها والراجل من دول يبعت لي المواصفات اللي هو عايزها لا 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 ليه؟ لا لا انا خاف نستهوى تمام؟ واحنا بقى نمشي كده زي ما احنا في محطات البنوتة تركب وانت تشوفها عجبتك كان بها ما عجبتكش نقلبها هو لو انا معطلك عن شغلك فانا ممكن انزل يعني ممكن انزل لا لو في اي ازمة لا ما هو انا دلوقتي كان المفروض اقابل استاذ حسين متأخر في الحقيقه فانت اولى استاذ حسين كان مستنيه ثلاث بنات لوز اللوز والله هو انت شغاله ايه يعني خطبه شغاله خطبه بس ديجيتال متاكد ديجيتال مواكب العصر انت مفكر ايه كل العصر يتم ايه مواكبته كده فاهمني يعني انا المهم ان انا اوصل شغلي صح ولا اللهم صل على النبي حمار وحلاوه ازيك دي مفيش منها الا في هولندا ازيك عارف انت الريد هيد دول تمام الحمد لله هولندا إيه بس انت باصص قدام كده ليه ده كان فيش والله متاخر يا استاذه فاطمه مؤدب ازيك عامل ايه ده معناه انه مش بتاع نسوان اخبارك ايه حضرتك قرفان مني لا والله مش قرفان منك ولا حاجه امال ايه حضرتك شايفني وحشه يعني قصدك كده بالعكس وحضرتك تقصد ان انت قرفان صح مش حتى الرجاجو بتاع البنات والله والله بالعكس يعني حضرتك بص شكل حضرتك حاجه طلعت يعني انا بقول انت حضرتك يعني اكيد في حد احسن مني هو اللي يعني انت انا استاهل حد احسن منك انت قصدك بكتير طبعا انت منهم ها منهم ايه بتوع انت تستاهل حد احسن مني انا منهم لا بقول لك ايه بقى انا عندي عقده من الجمله ديت نزلين استني استني في قاسم بكره لا ماشي قاسم ماشي يلا يا احمد سلام يا احمد احذري من احمد ها احذري كده كده معروف انا عايز اوصل شغلي احذر احمد دي جمله عمرك ما هتلاقي واحده تتجوزك يا احمد ماشي شكرا ماشي هو في انا بجد انا عايز ماشي مزة على عيني وعلى راسي بس انا والله العظيم متاخر انا مش فاضي انا للكلام ده وبعدين يبقى محدش بيقول كده يا احمد يعني ايه مش جاهز يعني ايه قديم قوي الجو ده ماشي اظلمها معايا يعني بس لا عندي ظروف عندي وبعدين بقى انا مش عايز انا مش جاي اتجوز فبعد اذنك قصري ووصليني المشوار انت استرزق ازاي يعني مش فاهم انت استرزقني ايه وانا هو انا جيت طالب بجوزيني ولا جوزني ولا التعارف الجاد اللي انتوا انت شغاله ايه بالظبط بص انت ما تعملش بالنصيب ده النصيب بقى رزقك وقعك في الابلكيشن بتاعي يبقى النصيب هيجي لي في وقته هيجي لي في وقته مش هيجي لي وانا رايح الشغل ومتاخر ومتنيل ب 60 نيله بالراحه كده طب ما ماشي بالراحه انا قلت اوصلك انا 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 بعد لا تاخدي تاخدي عادي زيك زي اي حد لا لا مؤاخذه سوري مش هاخد لا ده اكل عيش يا ماما لا والله ما باخدش ما تاخديش ايه الفلوس لا مش حضرتك قلت هتوصليني بدل استنى بس هنشوف الحته اللي جايه حته ايه دي طباخ لا اله الا الله لا اله الا الله ميمي فاطمه عامله ايه انا كويسه انت كويسه شوف حلويات ايه ده ازيك الحمد لله تمام طب ما توريني شكلك كده ابص عليك اشوفك بدقني زي ما طلبتي ايه اللي بدقني زي ما طلبت لا ده انت شكلك حلو قوي حمش لا والله مش حلو مش حلو ولا حاجه لا لا انت كمان حمش وانا بحب الرجاله دي قوي ماشي انا حمش والصعيدي وبتاع وخلاص وفكك مني واسمراني وانا بحب الرجاله السمراء بقول لك ايه بص هو في ايه انت مشغله انت شغاله هو المكان ده ايه هو المكان ده ايه يعني انا بعمل حلويات حلوه قوي مش عاجباك يلا تعجب حد غيري زلابت حرام عليك بجد حرام عليك ده هتدفعي 500 حرمت عليك عيشتك يا بعيده في ايه انا بس اللي اكلمك كانش انت هو انت وليت امرها طب بص هقول لك على حاجه بدل الكاسيت مش الكاسيت بيشغلها عشان تتسلوا حلو مش بدل الكاسيت مني بسليك وحد لاقي فرجه على نسوان اللي من دول مش عايز انا نسوان ولا عايز نيله طب بص خلاص انا بجد وبعدين الجو حر اخر واحده صح خلاص خدت منها فلوس اخر وخلاص يعني على فكره الجو حر الناس لو في ابلكيشن حياتي ليه ماشي هقول لك على حاجه لو في ابلكيشن زي ده بيعرف الدنيا على بعض تمام ما كان خلاص ما كانش بيبقى فيه مشكله طب ما هو
ما هو ايه؟ انا بعرفك اهو ماشي. ما انا ما طلبتوش، انا ما طلبتوش. انا دلوقتي خدت فلوس من الثالثه دي، شوفها انا شوفها بقول لها مش عايز تاخدي فلوس من... يعني انت عشان تحللي قرشين منهم تقومي مع ابو يا ما انت ما تخليناش بقى نك... بعد اذنك بعد اذنك انت كده عصبي بعد بلا حماده بلا بلا اذنك انا عايز اوصل طريقي، هتوصليني ولا انزل اشوف حاجه تانية؟ انت عصبي هيك ممكن تتضايق. هي مين اللي تتضايق؟ ما تولع وانا اعرفها. ايه ده كابي حسناء؟ دي حسناء، انا ما شفتش اخره من كده. هاي انت لسه مليت عينك منها. ازيك يا توما؟ دي احسن حسنا. عامله ايه؟ عامله ايه روح قلبي؟ ازاي سونا؟ نعم نفسك عشان تتعمل. حاضر. الجو حر قوي النهارده، حر قوي 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 قوي. تاخد هوا. انتي ملتزمه يا سونا؟ طبعا جدا. الجو حر بس هي ملتزمه. ملتزمه موت. ملتزمه مش ملتزمه ما يخصنيش. هيك هتوصليني ولا لا؟ قمر ربنا يكرمك يا رب. قمر بالستر. بقول لك انت في انت بتعمل لي كده ليه؟ عاملك ايه يا ست وانا اعرفك؟ على فكره عايز اقول لك على حاجه، اللي مش عاجباك دي حبيبي كانت واخده ميس نايل 2021. بسم الله ما شاء الله. اه 2021 بعدين اتعصبتني. عصبتني الاولى. هات ولاعه. ولعت ايه ده؟ انا مش عايز اولع من الصبح عشان ما اخنقهاش بالسجائر. دي بشكلك الشخصيه. هات ولاعه. لا بقول لك ايه؟ ايه؟ خليكي في حالك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نزليني. حاضر انا بنزلك اهو. انزلك ليه يا باشا؟ ما احنا بس من الله يرضى عنك. انا وحشه. الله يرضى عنك نزليني. انت اتغيرت. الله يرضى عنك نزليني. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه؟ الله يرضى عليكي. انا خلاص الواحد هيخرج عن شعوره. اتمطم. خلاص قولي له الاوفر بتاعنا. انا الثالثه. اتمطم بلا ما تمطمش. انا الثالثه بلا ما تمطم. بقول لك ايه؟ الله يرضى عنك نزليني. ده قانون. الله قانون على ايه؟ ثالث واحده. قانون على اللي بتوعك انت اللي بتركبيه ومش عليا انا يا ماما. محاولاتك كلهم. ثالث واحده. الثالثه. انا الثالثه. بقول لك ثالثه ثابته يا خالتي يا يما. الثالثه ثابته. بلا ثالثه بقى. ثالثه ثابته. اوعي يا اختي ثابته. هو في ايه؟ ايه يا راجل ما تقول لك ايه؟ يا راجل خليك مرفوش ما تبقاش. على فكره انا مجنون ممكن انطه يا شماعه عادي. الا النط. يعني انت مش عايزني؟ ايوه مش عايزك يا ست وانا اعرفك. حسناء. ايه؟ خلاص بقى يا حسناء. خلاص بلا حسناء بلا خرياء. خلاص بقى طالما مش عايزني بقى ما تقرفش امي. ايه؟ بقول لك ايه الشغلانه دي مش جايبه. انت مدورانا ولا ايه؟ مدورانا. انت مسرح يالا؟ مسرح مين يا جدع؟ مسرح يالا؟ مسرح يالا؟ مسرح يالا؟ انت بتضرب ليه؟ افتح يالا. ده وده خد اه اقفل. اوعي يالا. انت يالا. انت يالا. بص هنا بص هنا حماده حماده. كنت معانا في كريزي وومن. كل سنه طيب. رمضان كريم. قول بس انك مش زعلان كده. انا مش قادر اخد نفسي عشان اقول انا مش زعلان. بس كده بس. مش قادر. يا عم انت واخد ضرب علينا وضربنا. والله عليك يا عم. والله عليك اولع لك. رمضان كريم عليك. وعليك ان شاء الله. بص هنا. هو. وانك موافق ان زياء. لا تمام. زياء. لا تمام. بص حسناء. لا بص. بصها قوي.